هي الصورة اللي نشرها تامر حسني على صفحته بإنستغرام، وبيظهر فيها حامل طفل عنده متلازمة داون، وعلق على هالصورة بما أنه أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون، فتابعوا حساب نوح هشام لتتعرفوا من خلاله على هالمتلازمة وتستفيدوا من المعلومات اللي بينزلها. وختم تامر تعليقه بأول رسالة توجه فيها للأهل، وهي أنه أول ما تعرفوا أنه ابنكم عنده متلازمة داون اتكلموا مع أهل تانيين في نفس الموقف، لأنه هذا الشيء بيساعد أنك تأخذ نصائح عملية منهم. والصورة بقى عليها تفاعل كبير وحصلت على أكثر من 200 ألف لايك خلال ساعات، وظهر أن التفاعل ده مش بس علشان تامر فنان مشهور ومحبوب، لكن كمان علشان الطفل نوح نفسه اللي شفناه على صفحته نجوم كتار متصورين معاه، منهم الفنان آسر ياسين اللي ختم تعليقه بمعلومة عن المهارات اللي بيكتسبوها الأطفال اللي عندهم متلازمة الداون. وإحنا طبعا كنا لازم نركز على الفرد ونعرف قدراته واحتياجاته عشان نعرف نتعامل معاه إزاي. والبارحة أيضا نزل محمد هنيدي صورة مع نوح وعلق عليها بمعلومة حول لزوم التدخل المبكر للأهل يوم يعرفون أن طفلهم عنده متلازمة داون، والتدخل يكون عبر العلاج الطبيعي والتخاطب وتنمية المهارات. أيضا شفنا صورة لمحمد الشرنوبي مع نوح، والمعلومة اللي ختم فيها تعليقه كانت عن أصول التحدث مع الطلاب اللي عندهم داون سيندروم، واللي تتطلب منه التحدث بلغة واضحة وجمل قصيرة عشان طريقة استيعابهم للأشياء تكون مختلفة، ولازم دائما نمنحهم الدعم الايجابي في البيت والمدرسه. وايمان العاصي ايضا شفناها بصوره مع نوح وعلقت عليها انه التعليم الكويس والاهتمام بالصحه والدعم من الاهل والاصدقاء والمجتمع قادرين انه يخلوا الناس اللي عندهم متلازمه داون يعيشوا حياه كويسه جدا. اما ريهام عبد الغفور فتكلمت عن نقطه اساسيه في تعليقها اللي كتبته تحت صورتها مع نوح، وهي ان الاطفال اللي عندهم متلازمه داون بيبقوا احسن في مدارس الدمج، والاطفال الباقيين بيتعلموا انهم يتقبلوا الاختلاف ويكونوا طيبين. وختمت تعليقها بانه فصول الدمج بتفيد كل الأطفال. هذه النقطة صراحة اللي تكلمت فيها رهام جدا أساسية، يعني نحن نلاحظ أقلية كثيرة من الدول العربية يهتمون في داون سيندروم أو حتى أي شخص عنده حالة خاصة، بس باقي الدول يغضون النظر عن هذا الشيء. يعني نحن لازم نتقدم خطوات كبيرة في مجال التعليم، خصوصا أن نطور المناهج عشان يكون في دمج لهذه الحالات اللي موجودة في المجتمعات العربية مثل ما موجودة في أي مجتمع ثاني. ولكن الفرق في الدول المتقدمة أن هذيل الناس يعني وايد يهتمون في هذا الشيء. نحن اللهم سميناها متلازمة السعادة مثل ما أطلق عليها قريبا، ولكن أتمنى أن متلازمة السعادة يكون فيها اهتمام أكثر في باقي المدارس في كل الدول العربية.